الو 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 مرحبا. مرحبا وسهلا. هلا والله. ايش حالك اخو؟ الحمد لله. صوت التلفزيون او الراديو اللي عندكم الله يخليكم. منو معاي؟ طبعاً صوت. منو معاي؟ السلام ورحمه الله. منو معاي؟ معك ناصر وليد ناصر من الشارجه. ونعم يا ناصر تفضل. لو سمعت بغيت اتكلم بموضوع عن ابوي. ابوك شو يا اخوي؟ انت تبغى الدكتوره ولا تبغى البث المباشر؟ لا ابغي الدكتوره اتكلم مع الدكتور. معك الدكتور يا ولد. تفضل. ناصر تفضل. عن ابوي حالته، يعني امي توفت فحين ابوي يعني حالته منهار. متى توفت الوالده؟ ما سمعت. متى متوفي الوالده؟ من تقريبا شهرين ونص. ناصر كم عمرك ابوي انت؟ عمري 15 سنه. زين. ابغي الحل يعني. اوكي شو يسوي؟ زين شو اسمعني خي اسمعني. اوكي وليد ولا ناصر؟ وليد ولا ناصر؟ ناصر وليد. ناصر وليد. ناصر وليد. شو الاعراض؟ شو كذا؟ شو اللي يحس فيه؟ شو اللي هون؟ ما بيعرف سالي اذا عرف. 15 سنه ما شاء الله اتصل معناته هي 15 سنه. ناصر شو تشوف انت؟ شو دراك ان ابوك حالته منهاره؟ شو اللي خليك تقول ان ابوك حالته منهاره؟ يعني يوم يرجع من البيت شو يسوي؟ يعني ما يكلم حد وتعبان. يعني كيف تعبان؟ يعني تعبان. يعني ناصر انت اكبر واحد في اخوانك؟ ايه انا اكبر واحد. انت بروحك اتصلت يعني من نفسك؟ يعني شفت سمعت البرنامج ولا كيف؟ ايه من نفسي سمعت البرنامج. اتصلت. انزين ناصر ابوك يعني تغير من يوم ما كانت الوالدة موجودة في 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 سلوكه، في كلامه، في سوالفه وياكم؟ يعني كان يضحك الحين ما يضحك، كان ياكل الحين ما ياكل، يسهر؟ لا الحين هو ما ياكل يعني. اها. ويسهر يرقد ولا ما يرقد؟ تحس برقاده كيف؟ لا هو رقاده يعني كيف اقول لك، يعني له ساعة هنتين ثلاث يرقد. اوكي بس يرقد يفكر. زين وش دراك انه لسه يرقد لين ساعتين؟ انت ما ترقد مسير المدرسه مثلا؟ لا الايام الويكند اشوفه يعني. غير بعد شو تشوف؟ يعني يتكلم اي شيء. يعني كيف اقول لك مثلا انتوا كم اخوان واخوات ناصر؟ نحن سته ما شاء الله تبارك. نفس الام والابو؟ ايه. زي إذا الوالد تعبان منو يهتم فيكم؟ عنا يدتنا تهتم فينا. زين الحمد لله. ناصر أنت إيش كثر متأثر من وفاة والدتك؟ والله وايد متأثرين. زين ما أدري والله يا ناصر شو الشيء اللي زي اللي فقدته ناصر من أبوك؟ يعني ما سمعت. شو الشيء اللي فقدته؟ شو اللي حسيت بأن أبوك تغير عليكم فيه؟ العصبية. زادت عند العصبية؟ ايه. وتسمعنا ناصر اوكي؟ اوكي. اوكي ثانك يو. حرام شهرين يعني توه توفي. زين ناصر الله يخليك. انا عندك رقم ناصر دكتورة ممكن تخدميني خدمة التواصل؟ يس يس يس. يا بس عطني رقمك. بس حلو انه يعني ما شاء الله عليه 15 سنة وحياتي ابوه فقير ف بتصل فيه بس نبين من كلامه. اول شيء الموضوع توه فريش بس شهرين يعني كملنا 8 اسابيع. اوكي. وقلنا لما حد يتوفى الحزن طبيعي انك تحزن. بس اذا الحزن تحول الى انك انت تأذي نفسك وتأذي الاخرين يعني هو ستة ما شاء الله واليد كم بتسوي؟ واكبر واحد 15 يعني الصغار. وكم بتسوي اليد؟ هو حين متأثر ومن حقه يتأثر ويحزن. بس شوي طول ونسى ان في اطفال محتاجين له. ففي عنا اعراض اكتئاب، عنا انه ما يعصب، يدخل ما يكلم حد، ما ياكل، يسهر وايد. ممكن تكون بس ما ندري الأعراض الباقي، ما نقدر نحكم من كلام الولد. العموم ناصر حبيبي أنت إذا تسمعني الدكتورة إن شاء الله بتواصل وياك. بكلم أنا. وأنا أهنيك ترى على فكرة الحين يمكن أبوك في وضع معين وإخوانك الصغار وهذا، فأنت الحين عمرك 15 سنة أنت الريال، فهم هاي لك كلهم محتاجين لك، حتى أبوك محتاج لك. صح إن أبوك ريال كبير وكذا لكن هو فقد شيء عزيز بالنسبة له. نعم أنت فقدت أمك ولكن
انت الحين قد المسؤوليه. فانا اتمنى ان شاء الله الدكتور بتواصل وياك، فخلك على نفس القوه هذه اللي فيك ما شاء الله عليك. ما نبي نحمل بعد مسؤوليه، الله خير انه هيب لكن ما في حد يعني غيرك انت. فان شاء الله الدكتور بتواصل وياك. زين نقول الو بعد الو سوري الدكتور خليك تفسخين لهذا. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتوره معك يا اختي، بس منو معي عفوا؟ انا ام محمد. ام محمد تفضلي. يا ام محمد مرحبا. ام محمد مرحبا اختي، كيف الحال؟ الحمد لله الله يعافيك. تفضلي دكتوره. انا صار لي متزوجه من 13 سنه تقريبا. 13 اوكي. بس احس يعني ما زلت لين انا يعني مش فاهمه زوجي، يعني احس ان بعد يعني مشاكل تتطور، يعني لو بحاول اني انا اكون وياه يعني زينه بس احس ان طريقته يعني هي ما تغيرت ابدا، يعني اقول مع السنوات ممكن يتغير بس هو مثل ما هو. بس شوف انتوا متزوجين زواج تقليدي؟ لا. علاقه حب؟ نعم. زين علاقه حب وما فهمتي لا قبل الزواج ولا عقب الزواج؟ قبل الزواج شيء، عقب الزواج يطلع لك شيء ثاني. ماشي طبيعي معروف معروف ان الواحد يوم يكون تحت الروف تحت سقف واحد تطلع كل العيوب والمساوئ والسيئات والايجابيات. المهم ان نحن يعني نحاول نصبر بس تقولين كم بنصبر؟ منو اللي نحاول؟ انت وهو ولا انت بس تكلمي عن نفسك؟ يمكن هو بعد نفس الشيء. ما يعني أنا ما بظلمه. ما تحاورت وما لستوا تكلمتوا في الموضوع؟ وايد لازم نتكلم، وايد نتكلم. لكن أحس يعني بعد ماشي فايدة، يعني مثل ما هو يعني شو أقول، يعني يمكن هو مجتمع غير أنا غير. زوجك مش إماراتي يعني؟ لا إماراتي. بس قصدك بيته غير وأنتوا غير ثقافة بيتكم. ايوه هذا شيء طبيعي، كل بيت واسره غير. بس اللي انا ابى بس اركز على نقطه يوم قلتي ما في فايده ما بيتغير، هل انت داخل الزواج على اساس انه هو بيتغير وانت تدرين ان الانسان ما ادري الحين انتوا يوم تزوجتوا كم كان اعماركم؟ مثلا بالعشرينات مثلا كنتوا ولا في الثلاثينات؟ شو ما كنتوا الانسان اي من بيت اهله خلاص اذا كمل 20 و30 بعد السبع سنوات انت ما تروم تغير اصلا شخصيه الطفل. فتصور واحد يكون في بيت اهله 20 او 30 سنه ما تقدر انت ولا انا اني اغير فيه اي شيء، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بينفسهم. فهي توقعها توقعاتها اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي، هي توقع انت توقعاتك يوم سيف او محمد سوري ومحمد عندك توقعات هو ما بقادر يسويها، فانت خفضي هاي التوقعات، شوفي الإنسان اللي هو الحقيقي قدامك وحاولي أنت تحبين وتتفاهمي مع هالشخص اللي هو الحقيقة الحين مو باللي قبل الزواج. زين دكتورة ليش ما يحب هو اللي يعني ما يحب شخصيتي أنا؟ هي ترى هذا هو يعني بعد هو الحين ما بقادر يحب شخصيتي عشان أحب شخصيته. هي هني بعد ترى نبغى نعرف هو شو يفكر في شخصيتك، ليش هو كان يحبك قبل الزواج؟ شو اللي أنت طلعتي فيه؟ كيف تغيرتي أنت عقب الزواج؟ المشكلة يعني أنا المشكلة أنه يبغيني زوجة شو أقول لك يعني نفس تقليدية يعني مثل عايز مال أول. زي أنت كنت يوم تعرفيني يوم حبيتي ما كنتي تقليدية ما بينتي لي أنتي مال أول؟ أنا مش مال أول. هل أنت ما بينتي له هالشيء؟ ما بينتي له؟ لا يعرف شو طبيعتنا. يعرف حياتي. فهو يعني توقع منها شيء جديد عقب الزواج، هو اللي توقع منك تكونين شيء ثاني صح؟ ايوه هي يعني هو اللي يبغى يغيرك. ارد يعني انا احاول يعني انا احاول ما ادري ما احاول بس ما اقدر. ما بنتي يعني اللي هو يبغى اي مو بهاي مو بشخصيته. ايوه هذه هي. 13 سنه يا ام محمد ايش اسوي؟ انا تحبه حبهم بعض. لا لا 13 سنه مش قادره تكون اللي هو يبغى. لا ما هي مو شخصيته هو توقع منها هو حبها كانسانه غير يعقب الزواج بغاها تكون وحده ثانيه. زين فهي عشان تحبه تحاول 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 بس تتعب في النهايه لان هاي مو بهي ذس از نوت هير مو بشخصيته. وهي في نفس الوقت تقول ليش هو ما يتغير ويتقبلني مثل ما انا كنت قبل. فهني في بينهم سوء كوميونيكيشن بروبلم، ما في بينهم التصال. تواصل وحوار واضح. يعني اذا زوجك يقبل يصير عند استشاري نفسي ولا المفروض تصيرون تجلسون يا حد محايد وتتكلمون
وين ال... وين في اكيد في نقاط. شوفي ادام في حب ام محمد، ادام في حب معناه انكم استمرتوا 13 سنه. شو العيال عندكم ام محمد؟ اي كم عيال عندكم؟ عندي 6. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. زي يوم تدشون في خلافات من يفصلون بينكم ام محمد؟ والله ما الصراحة أنا لو بشكي، لكن أنا ما دخل حد. أحسن يعني أنا أحاول أن يعني نحن لو بنزعل لو بتسوي مشكلة، بس إحنا نحن روحنا يعني اللي نحل مشاكلنا. ممتاز. وأنا أحس مرات حتى لو بحل مشكلتي أنا هي غلط. يعني مرات أسايرة أقول لا ما علي، لجل الأولاد لجل البيت. حلو. يعني هو تي ولا تي أحس أنه بيرجع ما علي. ممتاز. يعني الحين مثلا في كلام يجرح الزوج، الحين انت يوم بتقول حق زوجتك انا انت صراحه ما متفايده، يعني انا كذي لازم اعرس. انا ما اقدر اصبر يعني لازم اعرس، فهالشيء يقهرني انا يعني حتى لو يقهرني ما اقدر. يعني بس صبري، هو ليش يقول ما في فايده في الشو انك ما تستوي امراه تقليديه؟ ايوه انا ما بقدر اكون هذا تقليديه. زين خلينا نفسر هذه شو تعريف شو يعني؟ تقليديه يعني ايوه تحطي النقاب هو يبغي مثلا يعني صح. انا حاولت مش اني ما حاولت، يعني مثلا يعني هاي اقل نقطه شيء، يعني اقل نقطه هاي نتضارب عليها يوميا. يعني إيه؟ مثلا اخبز لي خبز رقاق، صراحه ما اقدر اخبز خبز رقاق. زين غيره حاولت بس غيره شو بعد تقليديه غيره؟ ما حد يعرف يخبز رقاق الحين علي. حاولت. زين المشكله يوم انت ما تبغين الشيء بس لرضا ما تقدرين تتقنين هالشيء، ما تحرقين الرقاق كل يوم. إذا خلي الرقاق يا أم محمد غيره. أنت تعرف بس مشكلة الرقاق هاي الحين عندنا مشكلة عبارة. إذا طلبي يعني رقاق فريش صبح. في المشكلة. ها هذا اللي ما يبغى. شو درى؟ يعني أنا. شو درى؟ يعني مثلاً الصبح أنت يعني قومي سوي لي رقاق، سوي لي الريوق، سوي لي الخبيز، سوي لي. تشتغلين أم محمد؟ حاليا لا، قبل هي بس كنت اشتغل خبيص الرقاق. خبيص الرقاق وشباب. ام زي كم كملي ام محمد غير شو شفت مشاكل بسيطة. صراحة مشكلتنا على هاي اكبر بسيطة يعني بس هي هذه انا ما اقدر اسايره بهالشيء. يعني الحين الرجال يطلب منك تنشين الصبح وتسوي له ريوق. هي بس رقاق الله يخليك. خبز رقاق زي تشوف رقاق اتس نوت ايزي وات صعب. شو؟ صعب. انت تقول يعني شو المشكلة؟ هي. شو المشكلة؟ اقول لك في طريقة جديدة الحين عشان تفرشين العين على هذا شفتي؟ زين اوكي. يحطون هاي وحدة اندونيسية صارت مطرشي لي فيديو. شفتي القوطي؟ القوطي نفس قوطي الفول نفس قوطي هذا شفتي؟ زين هاي طريقة جديدة ترى تسوي انك تلفينه وشيل الخبز من تحت انتهى الموضوع. ما شاء الله تعرف سرقك؟ انا مش مسألة الطبيخ، مش مسألة الطبيخ. أيه وين المشكلة؟ إيه مسألة يعني انت تزعل على سب هالشيء؟ هذا مو بشيء عشان تزعل عليه او الطريق الى قلب الرجل يقولون معدته. معدته عاد انا مليت من معدته هاي بعدين. كم وزنه بس يا ريلج؟ نعم؟ كم وزنه؟ قولي لأبوي بتمراض مو بزين أمراض الحين سكر وضغط وكوليسترول وغيره. قول أنا حاتي صحتك. المتعود على شيء يعني يحب أنه يحصله، يعني مدام أنه حصلنا قبل في بيته هلا عندهم ما عند خوات يبغي بعد في بيته نفس القصة. المشكلة أنا ما تعودت، يعني الله يرحمك يوم هي اللي كانت تسوي لنا وتخبز وكذا. يعني غير هالموضوع شو بعد شيء ثاني؟ بس هذا هو ما في شيء ثاني ما في غيره هذا هو؟ بس يعني كلها يعني غير الرقاق والخبيص والشباب. أنا عندي بعد يعني صحيح في نقاط بس ما أقدر أطرحها صراحة. طب أوكي زي. أقول لك يا أم محمد نعم. أول شيء شوفي أهم شيء في الموضوع ما شاء الله إن عندكم 6 عيال، هذا أهم شيء في الموضوع. نعم. فحافظي على عيالك الله يخليك، وأنا شاكر لك إنك أنت متحملة على نفسك ودايسة على قلبك وقاعدة تتنازليني جزاك الله خير، وهذا كله في ميزان حسناتك إن شاء الله. أنا بحل وياه. هذا شيء طيب. يعني والحل مدام نسعيت إنك تبحثين الحل بعدني ما خلصتين شكري. محمد بس دقيقة سؤال. أنت أم محمد عندكم في البيت حد يساعدك في الطبخ؟ هي عندي خدامة. لا مو بخدامة تطبخ، هي نفسها تطبخ؟ الخدامة هي تطبخ وأنا أطبخ. أوكي. يعني لو ما بالخدامة يعني ليش ما تعلمينها بعض الطبخات لدرجة الإتقان؟
تعرف بس هو ما يبغى يخدم. ازاي شو ذرة سوري محمد. بس هو يعرف انه منو اللي سويتي ولا هو محمد هو ام محمد ما يعرف. لا 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 ما يعرف الريال ياكل وبس. انت تخبرينا انت تخبرينا كل شيء ليش ما يدري؟ صدقيني الريال يوم ياكل ما يعرف هذا لحم ولا دياي. انت سوي وهو يبي له قولي بالعافيه انا سويت لك خلاص. محمد هذا كلام الدكتور هذا حل لان تعرف الموضوع سخيف لان فعلا ما جربت شيء. جربته وش استوى؟ جربته نفس الشيء وهو ما تغير نفس الشيء. انا قالت هذا مو بنتي اللي هذا مو بنتي مسويتنا يتفتى هي هذا لا مو بنتي. واعترفت انت بسرعه؟ لا ها تغير ما اقدر اعترف يعني لو حتى صاير بقول له اوكي بشو عرفك يعني اذا انا ولا مو بنتي. طيب لان الموضوع شويه تعرفين ما يسوى ان في خلاف. انا احس ان المساله مش مساله هي في شيء ثاني مش مساله طبخ كثر ما هي مساله السي سيد. انا ابغيك أيوة. تنشين الساعه 5 ابغيك تسوين كذا تسوين كذا ابغى احس بقيمتي ابغى احس باهتمامي. هي بس تقدر تعطيه هذا كله محمد تهمله من ناحيه انه ست عيال مسؤولياته وايده للعيال. اي ثينك ما يقولش دخلين لي ثيابك ويلي ثيابي هاتي لي ثيابي سوي لي ها تراهم ما تلاحظ هذا كعقاب عقاب ما ادري ممكن لان يمكن في شيء صار في فتره بينهم خلاه يقول The only way أنا ممكن أعملها عشان تعاملني صح أني أعملها بهالطريقة اللي هي السيد. ليه ما وصل لدرجة أنه هددها بالزواج؟ لا لا بس أنا من أول ما خدته يعني مش أنه عقب فترة تغير. إذن هو كان كذي يوم تحبينه قبل الزواج بعد لا تقولي لي ما كان شيء مستحيل ما شفت شيء. أنا ما أعرف أنه هو ما عايش ما عاشت يوم بيت واحد يتكلم ويقول يوم باخذ شيء نبا ويوم باخذ تعرفين أنتي توم بلابل صغار وهذا ما قالت يوم بنتزوج بس سوي لي شيء وبس سوي لي كذاك. صراحة يعني أنا لو عرفتي نرجع لمبدأ الصراحة وقت أقول لك محمد وقت الخطبة في شيء في شيء في شيء مش على العموم رقم التليفون دكتورة 04-34-36-766 تواصلي وياها وإن شاء الله في حل. يا أنا مو مقتنعة بكل هالخلاف وكلها أن في أشياء ما تقدر تقولها على الهواء في شيء ثاني غرقاق بايم اللي جاهز ولا بيدري والله بايم يا لمتى يعرفونها طبخ البيت ولا طبخ ماما. يعطيك العافية يا أم محمد وأرجع أقول أكرر شكري وحافظي على بيتك يا أم محمد جزاك الله خير. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخو يوسف أشكرك على البرنامج الطيب وأشكرك شكر لله سبحانه وتعالى والشكر للدكتورة كذلك جزاك الله خير. تفضل منو معي؟ معاك حسين ابو محمد. ونعم يا ابو محمد تفضل. نعم حالك الغالي. زي بغيت اعرف الدكتوره هاي شو اختصاص شو هاي بس على من المؤاخذه يعني على السؤال. نعم ما سمعت. استشاره نفسيه طويل العمر. استشاريه نفسيه. احلى شيء احلى شيء احلى شيء. انا اقول لك انا كمشارك وياكم في البرنامج هذا. انا اشكر الاخت ام محمد اللي تكلمت قبل يعني في المكالمه اللي قبل يعني. نعم. بالطريقه هاي. نعم. كل بيت في حل نفسيه. طبعا يعني. ما في بيت ما يخلي ما يخلي ما في على كذا المجتمع كله مريض يا اخوي. لا بس لا مش مرض مو مرض لا قصدي حاله نفسيه وانا اول واحد مشكلات الله يعينك صراحه. قول يا ابو محمد. اذا ابو محمد تقول متزوج من 13 سنه انا متزوج من 25 ما شاء الله زين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين عندي من البنات وعندي من الاولاد عندي الحمد لله رب العالمين 7 بدرات ما شاء الله الله يخليهم يخلي الجميع ان شاء الله. بس انا حبيت اقول ان الريال يعني في سؤال بسيط الرجل شو يبغى من المراه يعني هالسؤال المراه لازم تسال نفسها فيه انت شو تبغى انت شو تبغى من المراه اللي في حياتك. انا شو ابغى من المراه انا ابغى الاحترام والتقدير. تقدير سمعت تقدير إيه. اهم شيء هذا حتى لو ما عرفه سويته تشكرني عليه. ما تبغى خبز رقاق ابو محمد؟ لا خبز رقاق يا اخوي الحمد لله موجود. شفت موجود والزريز موجود والعريس موجود كل شيء الطبخات المحليه. منو زي الحرمه تسوي لك ولا تجيب من برا؟ والله عزيزي الحرمه الصراحه انا اشكر حرمتي والله طول بعمرها بس كانت المشكله الحين هالايام تعرف انت الامراض زادت عفان الله تكرر والضغط والسوالف هاي الواحد لازم يراعي يعني مرة كم تحمل تربيه العيال تربي زوجها كم بتتحمل المرأة يعني؟ زين إذا قلت لك عطني نسبة رضا أبو محمد عن أم محمد من 10 كم تعطيني يا أبو محمد؟ أعطيك 95%. حلو جميل. أقول لك أم محمد تابع البرنامج؟ أم محمد وحليلها صدقني يعني بدون مجاملة أنا ما جاملها ولا أني يعني أتكلم محل ذاعة كم أني أجامل أم محمد بعد سوالف هاي. أم محمد يعني شال البيت كله فوق راسها
مسكين الله يعينها يعطيها العافية. تحب تريحني راحة تامة صراحة، جزاها الله خير يعني. وانت تريحها؟ الحمد لله اريحها، بس تعرفين زي ابو خالتي تعبانة وعيزانة وهذا، انا راعي يعني الشعور هذا. بس انا اقول في ملاحظة بسيطة جدا، المرأة يوم تطلع من بيت زوجها تطلع بشعور زوجها، مش بدون شعور زوجها، هذه وحدة. إذا الرجل رضى أن المرأة تشتغل أتحمل اللي بيك، لا تتفاجأ بأشياء وما أدري إيش قايل وهذا في تغيرات في هذا، خلاص أنت رضيت بأشياء هذا، لا تعاتب، بالعكس وقف يمها، بس ندعي شجعها بهالطريقة هاي. جزاك الله خير يا ابو محمد، مشكور وما قصرت. الله خير البرنامج، سامحوني يعني. لا 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 عفوا عليك، جزاك الله خير، اثريت البرنامج يا طويل العمر. الله يحفظك يا ابو محمد. زين، انا عندي خلاف مع زوجتي، تبى تتطلق، يمكن قصده مو تطلع، تتطلق، حط العين كان خاف، لكن تتطلق وانا لا املك شيء غير الصلاه والدعاء فقط. ما ادري تطلع ولا تتطلق. تتطلق قصده تطلع، وين بتصير يعني. زين نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعقوب مساء الخير. هلا ابو عبد الوهاب. هلا والله. انا عبد الوهاب معك، كيف حالك؟ والله هلا، كيف الحال؟ نحييك، نحيي ضيفتك الدكتوره الله يعطيكم العافية. الله يعزك. يعني أنا كنت شو يعني يمكن مستمعين بس لحقت عليهم لأن صعدت السيارة متأخر. نعم. لكن يعني أنا أقول إن ما في شك إن كل أسرة لها ظروفها، لكن يعني أنا أقول حق الإخوان يعني الناس تطوروا مع احترامنا للعادات اللي متعودين عليها الناس، يعني الحين ما شاء الله هاي أم عيالة عندها ستة، ما تقوم الصبح يعني مسكينة بتداري العيال وبتسوي كذا، يعني بعد كفوا عليها يعني. الله نحن ما نسمع صحر. طرف واحد يا أبو عبد الله. لا أنا أقول لك يعني ما نحكم، لكن نحن ما نعرف شو ظروفه يعني بعد. إيه؟ أو شو ظروفه هو مثلا يعني، شو رغباته يعني. الحين الحمد لله الناس يعانون من مشاكل كبيرة، لكن خلاف على أشياء بسيطة يمكن فيها أشياء ثانية. يمكن ما تبغى تقول يا أخي على الهوى. ما يقدرون يقولون صح، نحن نقول ما يعني يمكن ما هاي على الهوى شوية صعبة يعني. نعم. لكن أنا أقول إن الطرفين لازم يعني هالمدة اللي مقضينه ما الواحد ما درس الثاني، ما عرف الثاني، ما عرف شو يعني شو يعني يرضي الثاني، شو ما يزعل الثاني. يعني الحين واحد اللي ما شاء الله يعني خض حرمه وخلص منها الكثر لازم يثبت الأركان ويعني ويمشي وايد أشياء يعني. حوار حوار، ما يتحاورون يعني، ما يتحاورون يعني ما بيعرفون بعض، وما في شد وما في شيء اسمه أوامر. هاي مرأة يعني مثل الطقس تتقلب يعني، وعنده عيال وعنده ضغوطات وعنده إذا كان موظفة بعد أكثر، وإذا كان عنده عيال زيادة بعد أكثر يعني، إذا كان هي حريصة إن هي تداري عيالها أكثر من الخادمة يعني، تخلي عفوا يعني المساعدة اللي عنده في البيت يعني. نحن نحب يكون بين الزوجين هذا الحوار الطيب، هذا الكلام الطيب. انت حين ما شاء الله عند خدك حرمه جابت لك ست ورود يعني، هذين روحهم بركه يعني، يوم تشوفهم تقول يعني لازم تشكرها دائما في كل لحظه دخول وخروج من البيت. جزاك الله خير يا ابو عبد الله، ايدك والله يعطيك صحه والعافيه. جزاك الله خير، وانت بعد يعطيك الصحه. شكرا على اذاعه الفرصه. شكرا جزيلا. شكرا عبد الله، السلام عليكم. شكرا. اخر مكالمه عشان خاطر محمد الذهب، عشان خاطر المقاطع باسم الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد اللي مسوينها. الو الو مرحبا. الو مرحبا، مساء الخير. مساء النور السوداء. يا مرحبا بكم، منورين دائما، وشكرا على هالطلة ومواضيعكم شيقه ومتابعينكم اول باول. انا عبد الله الشحي من البجيره، وحاب اني انصح خواتي واخواني المتزوجين الله يوفقهم في حياتهم. أنا ريال عزابي، بس حاب أني أدخل بمشاركة بسيطة باختصار. خواتي المتزوجات، لا تعتمدوا على الخدم في أثناء أمور أي واجبات بناحية الرجل. الشيء الأساسي والأساسي بالذات، أي مرة ما تطلع من شور زوجها مثل القفل والمفتاح، وباب الحب مفتوح مثل الشمعة، لو ما بغيت أنت تطفي أنت بنفسك بتطفيها، والحب دائما مستمر اذا انتوا الاثنين متفاهمين الطرفين. وهذه نصيحتي لكم. جزاك الله خير يا عبد الله، تسلم. الله يعافيكم. شكرا انت والدكتوره منورين على كلامكم الطيب والشيق. شكرا على مشاركتك يا طويل العمر، جزاك الله العافيه. مرحبا. حياك يا عبد الله. عبد الله رومانسي ما شاء الله عليه، الله يرزقك ان شاء الله بالزوجه الصالحه والذريه الصالحه ان شاء الله. زين، انا مواطنه مريضه من 40 عام وعندي مشكله مع دكتور او شيء من كذا ما ادري والله،
إنزين حاولي تواصلين مع الدكتورة. وين الحرمة والريال اللي لاصقين ببعض هالأيام مع رتم الحياة الحالي؟ عفوا دكتورة، بسبب دعواتكم الهدامة الرجل تخلى عن كل مسؤولياته فزادت خيانة المرأة. ما أدري إحنا وين دعواتنا الهدامة؟ ما أدري والله شو الدعوات اللي تقصدها. منو هذيل اليوم؟ لا دعوات الخد زين شو دعواتكم الهدامة الرجل تخلى عن مسؤولياته فزادت خيانة المرأة. مسؤوليات الزوجية؟ ما أدري والله أنا ما أشوف عكس الدكتورة. الدكتورة يمكن كانت للبعض طبعا بيظهروا لهم أن متحيزة ناحية الرجل أكثر من المرأة. يعني أنا قلت لثنين بس هي تكلمت إذا الله خير بالحق يعني. زين عقدتي في صوتي، حد يسمعي يقول صوتي رجولي وحد يقول أني أتكلم من خشمي. إذا هي بني طبعا صح، إذا في إذا تحس أن صوتها إذا تعدت 18 سنة 19-20 وما زال في خشونة في الصوت، ما بنتكلم أن حد يقول من الخشمة، تروح تشوف دكتورة. أول شيء تروح تشوف دكتورة نسائية اللي هي الهرمونات، يشوفون الهرمونات أنت منتظمة عدل فيها لخبطة شيء، لأن تعرف لخبطة الهرمونات ممكن تأثر حتى في الصوت. وإذا قالت لك شيء نورمال ممكن تكون مشكلة في اللحمية تخليها تخلي الكلام يطلع بشكل. وإذا هذا كله ما له حل؟ ما أدري، لازم حد يشوف يشخصه كدكتور طبيب. هذا إذا ما له حل مثلاً ما تتشخص ما تت. إذا كلهم قالوا أوكي معناه إن هي تهيئ لأن صوتها خشن أو أو حلي حواليها وايد صوتهم أنعم منها. فتصبر شوي مع العمر، ما ادري كم عمرها يعني هي العمر بس يبغى. على العموم حاولي بعد تتواصلين مع الدكتوره عشان تشرحي لها، تشوفي انت في محتاجين وايد اسئله. لكن في النهايه ترى انت بنت وانت امراه وبتظلين امراه، مش بصوتك يمكن بتصرفاتك باخلاقك، بس هذا ما يمنعك من انك انت تخجلين ولا ما تتكلمين ولا غيره. زي هذا يقول عادي خبز رقاق سهل، انا عمري 28 وتعلمت الطبخ عشان احب رجلي. شوف انت المشكله مو في الطبخ الحين، الحين المشكله هي تقول لك ما احب. الانسان المراه او الرجل او انسان يوم بتي بتطبخ بحب اللي امامك شو ما يكون بيحب الاكل اللي سويته بيقدره، لكن يوم انت بتطبخ وانت كاره هالشيء مشاكل، لا هذاك الشخص بيتقبله ولا انت حتى بتتقبله. فأعتقد نسوي كل شيء بحب يكون أفضل يعني. رسالة دكتورة أخيرة تحبين توجهينها لمستمعينك ومستمعاتك وحق الأطفال حتى في معاملة الأطفال وطرق تعامل الأطفال، لأنهم الأساس ونحن سبب بطريقة غير مباشرة من باب الحرص من باب الخوف من باب أن نبغى نشوفهم أحسن بشر على وجه الأرض. أنا بالنسبة للمرأة إذا بمتدي باللوم بالمرأة كمرأة أو زوجة أقولها صدق يعني لا مو بعنصري، لأن ببتدي مرأة رجل عيال لازم أقول رجل قبل المرأة، وأنا وياك إن المرأة هي أهم المرأة متزوجة أو غير متزوجة. أنا دائما أدعو حتى في الإنستغرام أو تويتر وغيرها أدعو أن المرأة المفروض تحب نفسها، تحب نفسها بمعنى أن تقدر نفسها وتقدر وتثق في نفسها وفي قدراتها وتعطي نفسها الأولوية، لأن إذا أعطت نفسها الأولوية وحبت نفسها بصدق بتقدر تعطي اللي وياها زوجها وعيالها. الناس تفهمها غلط يوم أنا أقول حبي نفسك، قالوا ليش قد تشجعينها على الأنانية. هذا هذه رسالة على ما أعتقد على هذا إن شوي انفصلي عنها عشان يشتاق عشان هي يحبك تبعك حياتك. هي هم يفهمونها غلط. وبالنسبة هذه إذا هي ما حبت نفسها وين بيحبها من النوع اللزاق يبدو كذلك. إذا هي ما حبت نفسها وقدرت نفسها الريال ترى ما بيحبها ويقدرها. لازم الريال متى يحب المرأة اللي بعد تشوف نفسها أنه هي شيء يعني حابة نفسها مهتمة في نفسها. إذا شافها دوم نكدية وصيح وأنا الضحية وأنا فيني وفيني بيمل بيشرد. رسالة للرجل أنه ياريت كلمة حلوة كل يوم الصبح وانت راد، يعني حتى لو مو على بالك أو حتى لو كم من يوم بس تصطنع كم من كلمة مع الوقت بتصير عادة عندك. يعطيك العافية، جزاك الله خير، أنت اليوم حلوة، اليوم طالعة كذا. وهي بعد نفس الوقت بالمقابل بتعطيه لما بتحب نفسها بتعطيه القدر اللي قال أحد المتصلين أبا الاحترام والتقدير بتعطيه. بالنسبة للأطفال طبعا موضوع كبير وتعرف انت التربية من بيت لبيت. عفوا انت بديتي بالمرأة انها تهتم بذاتها تهتم نفسها لان بعدين تقدر تعطي عيالها وزوجها. بس شو تعطي زوجها اذا حبت نفسها صح وعطت نفس الأولوية؟ ما بتكون هاي المرأة اللي تلعب دور الضحية تركض وراها حبني سولي عوضني، لا بتكون هي المرأة اللي تعرف تعطي زوجها صح وتقدره صح. في المقابل هو بيشوف هاي المرأة اللي واثقة من نفسها وتحب نفسها بيعجب فيها أكثر وبيعطيها. وليش هم يسيرون برا يسيرون عند وحدة الصيح برا؟ لا وحدة مهتمة في نفسها وثقة وكذا هني يخون.
تعالي انت لعبي هالدور يا زوجك، ليش خلينا يصير برا. وبالنسبه للاطفال الموضوع طويل عريض، لازم نراعي نخاف الله في تربيتنا لاطفالنا، اهم شيء هذا ان نعلمهم متى يحمون انفسهم، نعلمهم يعني في عندي مشاكل يعني مشاكل تأثر في الأطفال، والسب شو الآيباد واستخدام الموبايلات وشغلات، والله ولدي مو مركز. وو في أسر ما تعرف تعمل تخطيط لليوم المدرسي أو حتى تخطيط للأسبوع المدرسي، الولد في يد الآيباد والتواصل الاجتماعي وهذا من أول يوم في الأسبوع لآخرة. طب ليش تنشتكي انه ما يعرف يذاكر؟ اكيد ما بيذاكر يا اسي، يتواصل ويا الناس ما يعرفون يخططون في التربيه من هالناحيه. الولد اللي عمره 15 سنه ما بغينا احنا نعطيه المسؤوليه انك انت منحين خوفه انك اللي عليك، بس حلو انه انتبه ان ابوه عنده مشكله واتصل سيكينج يعني يدور الهلب والعلاج حق ابوه. هذا ولد انا اتوقع باكر بيكون المستقبل انه راعي مسؤوليه ويهتم باللي حواليه. بس انا ما ابغي في هالعمر بعد اقول له انت الكل في الكل وانت السولاء، بتخوفه هو مراهق تعرف. احنا بنقول له بتواصل انا وياه بنشوف كيف ممكن نساعد ابوه اساس يطلع من هالحال ويهتم في عياله، يحزن على زوجته الله يرحمه، بس العيال بعد الحين موجودين الحي ابقى الميت مثل ما يقولون. حديث وياك لا يمل دكتوره، جزاك الله خير على المعلومات القيمه اللي اعطيتني، انا استفدت الصراحه، فاتمنى المستمعين والمشاهدين استفادوا. طبعا ارجع اقول اللي فاتت الحلقه ممكن يتابعها طبعا على اليوتيوب ان شاء الله باكر او باكر بتنزل الحلقه، وكذلك اللي تفوت الحلقه ممكن تتابعها يوم الجمعه من الساعه 10 للساعه 12 على التلفزيون فقط. باسمكم جميعا طبعا نشكر الدكتوره ناديه بهناد استشاره نفسيه صاحبه مركز سايكولوجيا للاستشارات والتدريب، ورقم تليفونها للمره الاخيره 0434367766. في الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني كان معنا وائل، من الإخراج الإذاعي المبدع محمد الذهب، في الإعداد والتقديم يعقوب يوسف العوضي، ومثل ما نقول دائما طبعا نتمنى لكم حياة نفسية أسرية سعيدة. اللي عنده مشكلة أهم شيء أنه يكتشف أنه عنده مشكلة، والبحث عن العلاج ما بصعب، لكن أهم شيء أنك تقتنع أنه عندك مشكلة. فنتمنى نحن الاستقرار والسعادة لجميع الأسر وجميع الأشخاص. أرجع أقول أذكر الله يخليكم، اللي يحس أنه عنده مشكلة ترى كل مشكلة ولها حل، لكن أهم شيء أنه يختار الشخص المناسب اللي يحل لي المشكلة. ما أصير أدور لي شخص يقول لي والله روح انتحر، ولا راح شخص يقول لي روح طلق، ولا شخص يقول لي لا تتزوج، ولا لا تتزوجين، ولا هذا ما يصلح لك، ولا كذا. فالواحد يكون شوي يتنقل الأشخاص اللي بيستشيرهم، والحمد لله رب العالمين عندنا ناس مثل الدكتورة طبعا نادي وغيرها من أهل الخير موجودين. في الختام مثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهود وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.